أنب صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين سعادة الفريق ركن عبد الله حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع لحضور المباراة النهائية للنسخة الثانية من بطولة كأس المشير لكرة القدم والتي جمعت بين فريق الحرس الملكي وفريق سلاح الجو الملكي البحريني والتي أقيمت مساء اليوم على ملعب استاد مدينة خليفة الرياضية تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى 52 لتأسيس قوة دفاع البحرين. وقد حضر المباراة النهائية لواء ركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات وعدد من كبار الضباط لقوة دفاع البحرين، كما شهد اللقاء حضور سعادة الشيخ علي بن خليفة الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم. هذا ونجح الحرس الملكي في المحافظة على لقبه بطلا لكأس المشير بعد فوزه على فريق سلاح الجو الملكي 3-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين في نهائي البطولة. وقد توج سعادة وزير شؤون الدفاع فريق الحرس الملكي بالميداليات الذهبية وتسليم اللواء ركن حمد خليفة النعيمي نائب قائد الحرس الملكي كأس البطولة، فيما قلد فريق سلاح الجو الملكي البحريني ميداليات المركز الثاني، بينما قلد فريق الصيانة الفنية ميداليات المركز الثالث. وشهد سعادة الفريق ركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع بما تميزت به منافسات كأس المشير لكرة القدم للوحدات بالإثارة والندية وروح المعنوية العالية في مختلف أدوار البطولة بين الفرق المشاركة من مختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين، مهنئا سعادته فريق الحرس الملكي بفوزه للمرة الثانية بكأس ولقب بطولة صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين، وكذلك الفرق المشاركة من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين على المستوى المتميز الذي ظهروا به خلال مشاركتهم، مقدرا الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد الرياضي العسكري والقائمين على البطولة في الإعداد والتحضير المميز، مؤكدا أن الاهتمام بإقامة مثل هذه البطولات يأتي تجسيدا لخلق جو من الحماس والروح الرياضية العالية بين منتسبي أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين المشاركين في منافسات هذه البطولة. وكرم سعادة وزير شؤون الدفاع اللاعبين الذين حصلوا على الجوائز الفردية، وهم حارس فريق سلاح الجو الملكي البحريني الحارس حسام المناعي الذي حصل على جائزة أفضل حارس في النسخة الثانية من البطولة، ولاعب فريق الصيانة الفنية اللاعب عبدالله الدوسري الذي حصل على جائزة أفضل لاعب، ولاعب فريق الحرس الملكي هزاع علي الحاصل على الجائزة هداف البطولة. وكرم سعادته الطاقم التحكيمي للمباراة النهائية واللجان المساهمة في التنظيم موجها لهم الشكر والتقدير على جهودهم الكبيرة التي بذلوها طوال المنافسات. بعدها قدم العميد ركن محمد عبد اللطيف بن جلال مدير الاتحاد الرياضي العسكري هدية تذكارية إلى نائب راعي المباراة.